حسنا، إذا كان التطبيق F من A إلى Z، حيث Fx يساوينا X تربيع، أو المجموعة هي سالب 2، سالب 1، 0، 1 ب 2. يقول لك بين نوع التطبيق، يعني يريد شنو هو التطبيق. أنت تجي بالتطبيق شو تسوي؟ تقول Fx يساوي لي X تربيع. هذا X شو أجيب؟ أجيب عناصر، بضع عليه عناصر المجموعة أي. عناصر منو؟ المجموعة أي، يعني أول مرة أخذ يا رقم سالب 2. سالب 2 تربيع معناتها ايش قد؟ 4 مو؟ أجي أقول بعدين شو آخذ؟ سالب 1. سالب 1 تربيع شو يصير؟ موجب لو سالب؟ موجب 1. بعدين آخذ 0. 0 تربيع هي ايش قد؟ 0. بعدين آخذ ايش قد؟ 1. 1 تربيع هو ايش قد؟ 1. بعدين آخذ F2 واحد اثنين تربيع هي 4. اذا بالبدايه ايش اخذنا؟ اخذنا سالب 2، سالب 2 تربيع ايش قد صارت؟ 4. لان سالب 2 في سالب 2 موجب 4. بعدين اجي اقول سالب 1، سالب 1 في سالب 1 1. بعدين اجي اخذ الصفر، صفر تربيع ايش قد؟ صفر، صفر في صفر صفر. بعدين اجي اقول 1 تربيع 1 في 1. بعدين اجي اخذ 2، 2 تربيع 2 في 2 4. طلعت عند الناتج، هذا الناتج، الناتج باعوا عليه اعتبره المدى اللي هو R. اذا R يساوي ايش قد طلع الناتج؟ صفر، مو نبدي من اصغر رقم، صفر فارزه، الواحد متكرر اذا ناخذ واحد، والاربعه متكرر ناخذ اربعه، اذا صفر واحد اربعه هذا الناتج. انا عندي زيت، وين عندي؟ من اي الى زيت، اي هي الاعداد، وزيت هي شنو؟ مجموعة الأعداد السالبة والموجبة، دير بالك مع الصفر. زين هذا يساوي مجموعة الأعداد السالبة والموجبة؟ ثلاث أرقام تساوي كل أرقام الدنيا؟ لا. إذا تكتب ليس شامل، التطبيق ليس شامل بسبب أن باعوا عليه، بسبب أن R لا تساوي Z. إذا أول نقطة أخذناها ليس شامل، ليش؟ لأن الناتج ما يساوي مجموعة الأعداد الصحيحة اللي هي تاخذ الموجبة والسالبة. بعدين أروح شو أسوي؟ أول خانة أخذنا شامل، بعدين أروح شو أسوي؟ أروح لما يكون عندك شنو؟ متباين. هل هو متباين؟ خلينا نشوف. دائما قلت لك المتباين يكون شنو؟ بالرسم. شنو هو؟ المخطط السهمي، صح؟ إذا هو يكون بالرسم أو المخطط السهمي. المخطط السهمي تجي تقول لي هذا A وهذا شنو؟ R. الـ R والـ A. الـ A هي ايش قد؟ شنو عناصرها؟ شنو عناصرها؟ سالب 2 سالب 1 A، سالب 2 سالب 1 0 1 ب 2، والـ R شنو عناصرها؟ 0 1 4. السالب 2 وين راحت؟ على الـ 4. الـ 2 وين راحت؟ على الـ 4. سالب 1 وين راح؟ الواحد وين راح؟ والصفر وين راحت؟ على الصفر. هذا الرسم متباين؟ لا. اذا ليس متباين، اذا التطبيق ايش تكتب عليه؟ ليس متباين. اذا كان ليس متباين وليس شامل، اذا تخلي ثلاث نقاط وتكتب التطبيق ليس تقابل. شنو السبب؟ بسبب انه ليس شامل ولا متباين. هنا تاخذ 10 درجات، وهذا السؤال مكتوب بالمجالي لاكثر من مره، واضح؟